أنا أم عندي 3 أولاد، بس فكر بمستقبل لبنان، فكر فيهم وبكل أولاد أميات اللبنانية. ليش أولادنا مضطرين يهاجروا أو يموتوا بالبحر؟ نحن بلدنا مش مأفلس، نحن بلدنا منهوب، وعندنا كل المقومات يلي بتخلي أولادنا يعيشوا بكرامة ومش بذل. بكرة لما بدك تصوت وتفوت على الغرفة المسكرة، افتح قلبك وضميرك واعطي صوتك ليلي بيحميك وبيحمي بلدك، مش ليلي قتلك وفجر لك مدينتك وهجر لك ولادك ورح بيرجع يقتلك مرة تانية وتالتة ورابعة، أو بالحرب أو بالتفجير أو بالجوع أو غرقاً بالبحر. خلي صوتك أعلى من صوت رصاصة.